يقول: كيف يرد على من يقول إن تقدير الضلال هو مناف للعدل؟ الله ما يقدر الضلال إلا على أهله الذين لا يريدون الحق ويصمون عنه ويعمون عنه ولا يريدونه، الله يعاقبهم سبحانه. الضلال عقوبة، عقوبة على إعراضهم وعلى تكبرهم على الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف، لا يهدي القوم الظالمين، هذا السبب أنهم ظالمين، هم اللي فعلوا هذا وسببوا على أنفسهم هذا. نعم، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين، ما ذكر إلا هو يقرن هذا بعلته، وأن السبب من قبل العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب من العبد والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.